مساء الفل على كل الزملكاويه. مساء الفل يا كابتن وعلى ياسر. الأهلاوية الزملكاويه يا باشا يعني الاخبار كلها متصدرين المشهد بصراحه. عادي احنا عادي، بنتفرج، بنشيل من عليكم شوية احنا الفترة اللي بنتفرج فاتت. بصراحه. احنا اللي شفناه في موضوع رمضان ما كانش قليل ما بصراحه. احنا قلنا نشيل شوية بقى. بصراحه الموضوع ما كانش قليل. بس قول لي يا كابتن ياسر، يعني انت مبسوط؟ لا هي كانت صدمة، اصل انا مبسوط. بس الزمالك بمن حضر كملت ايوه الدنيا. الزمالك بقى عرفناش حاضر، بس معانا، مش بطارق يحيى. لا طريق ده مؤقت احنا عارفين، بس احنا متعودين ان دايما كان رئيس النادي اللي هو اللي بيمشيه، وهو بقى السنه دي قال لك لا انتوا بقى يعني رئيس النادي ما عملش حاجه، طب انا همشي انا بقى. ده جديد، ده جديد الجديد. عند الزمالك. طب انا عندي بقى سؤال في موضوع طارق يحيى ده. الطبيعي دايما في اي نادي لما المدرب بيمشي بيجيبوا المدرب بتاع فريق الناشئين هو اللي يطلع يمسك الفرقه. ليه انتوا ما بتعملوش كده؟ يعني ليه هروح اجيب طارق يحيى ومدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز واعمل الليله دي كلها عشان اسبوع ولا 10 ايام؟ ما طارق يحيى هو اللي ماسك قطاع الناشئين، القطاع كله؟ هو اللي مسكه في القناة وقطاع الناشئين ما انت شو لا يعني خلاهم لا مرتبط لا يا بيحبوا باشا، بس برضه عشان معلوماتي، يعني طارق ايه ماسك قطاع الناشئين بتاع الزمالك وهو المفروض. ماسك قناه الزمالك وبيمسك فريق الاول؟ اعمل له ايه؟ لا ما انت اعمل له يعني ايه؟ من غير ما مش هنتكلم في تفاصيل تانية، بس هو بيحب مرتضى قوي ومرتضى بيحبه يعني. بس اللعبه بانت بقى النهارده، يعني موضوع بقى كارترون والتعاون واللعبه دي خلص، كده كده الموضوع مضى لعبه. سنتين في التعاون. ويعني هو برضو يعني يعني خلينا نقول ميدو امبارح في البرنامج بتاعه كان لسه الموضوع بقاله ساعة ولا حاجة، طلع قال انا عندي معلومات وعملت الهوم ورك بتاعي، حتى كان دي الطريقة ان كارتيرون انا ليا ناس في السعودية هم خلص مع مع التعاون. التعاون فيعني هو وقد النهارده كان قالوا ان هو كارتيرون عمل فولو للاكونت بتاعهم على تويتر الصبح، وده كان يعني بيثير التكهنات ان هو خلاص فعلا معاهم، بس خلاص دلوقتي بقى رسمي. طب بالظبط. الطريقه اللي كارتيرون مشي بيها من الزمالك. لا وعايز اقول لك حاجه كمان بس تكمله المعلومه، هو دلوقتي في قطر يعني بقى مرتضى يقول لك ابو سنيده اكيد والحاجات اللي بيقولها دي ان هو ما اللي انا جاي خلص لك لحته معاه. المؤامرات دي هاجي لها، بس بالظبط قصدي خلينا في كارتيرون الاول. الطريقه اللي هو خرج بيها، تمام. هو الراجل بيفسرها وبيقول انا خرجت في وقت لسه فاضل شهر على البطوله الافريقيه، وان انا ما سبتش الفرقه وما تخليتش عنها وعندي مشاكل وعايز امشي. والمشاكل واضحه ان هو جاي له عرض بيقول ان هو 5 اضعاف العرض بتاعه في الزمالك. الزمالك بياخد تمام حوالي 90,000، هيروح هناك ياخد 500,000. تمام فرايك ايه بقى في الطريقه او الفيلم الهندي اللي عمله ده ده؟ لا لا فيلم هندي ده، اصل هو يعني هو لو ما كانش حصل التأجيل ده وكان جاله العرض ده، عايز يفهمني ان هو بطريقته دي كان هيفضل قاعد؟ ده كان هيمشي وهيغرق فرقه اكتر يعني. في شهر ممكن يلحقه، وهو اصلا يعني ما اعرفش هل هو كان دي الخطه ان هو ممكن ما يمشيش علشان يكمل بطولة افريقيا ويفضل يكمل وبعد كده يبتدي الموسم في السعودية، تقريبا هيبتدي في اخر شهر 10 تقريبا، ان هو كان عايز يخلص افريقيا قبل ما مرتضى يتأجل اداله عرض ويروح حلو يبتدي. قوي، قال له اقعد معايا شهر واحد بس ومش هدفعك الشرط الجزائي، بس كمل معايا بطولة لا افريقيا. هو الصراحة من يعني من مرات تقريبا اول مرة اللي اشوفه بيتكلم وبيتعامل بطريقة محترف. محترفة بالظبط. دي حقيقة. فعلشان كده انت يعني سبحان الله يعني اما كل حاجه تمشي واستقرار والدنيا ماشيه كويس والراجل بيكسب الفرق الكبيره وبياخد بطولتين والكلام ده كله بصراحة خلع. هو طبعا أنا راجل أهلاوي مبسوط بإن كارترون مشي، لأن هو نفع الزمالك جدا وغير شكل الفرقة ويبقى فيه ثبات في التشكيل لحد ما. كسب الاهلي كل مرتين يعني كسب كسب دي حاجه السوبر مهمه، المصري والسوبر الافريقي والتلاته والفرقه واقفه على رجليها، وكنت تمام هتخسروا افريقيا اوكي، والاتوبيس ما جاش في وجوده برضو لا ما عادي هو خالص. الاتوبيس جه بقى احنا اتفقنا بقى ولقينا اوكي تلاته، ما هو اوكي دي طلع مصلحه ان هو اوكي ما راحش. انت يا باشا انت جاي مش لابس شيرت الزمالك اصلا و لا ما انا ما كنتش فاهم بقى السيت اب شامل نفسه كمين بتاع ان كمين احنا جايين يلا بينا فاهم. بس لا هي الصراحه طبعا انا خايف كمان من اللعيبه ان هي ممكن تمشي، تفكر ان هي تمشي يعني. في لعيب لا بس لعيبه صعب صعب في لعيبه مست اه اصل هي برضه كانت مستريحه معاه مع طريقته مع يعني اكيد بتفرق برضه، ما الخوف وبالذات بقى من اللي جاي، ما دي اللي مشكلة. جاي ما هو بالظبط. انا قصدي المدرب اللي يجي يكون في لعيبه معينه موجوده اساسي ما يعني انا لعبهاش. افتكر السنة اللي فاتت لما احنا حصل ان جروس مشي بعد الكونفدراليه، واخدين الكونفدراليه وانتوا كنتوا راكبين اوريدي الدوري، وقام الزمالك بقى مع خالد جلال، كان خالد جلال ماسك صح، وقع بقى ايوه وقع ما وخسر انا الدوري ده اللي الواحد وماتش خايف الجونه منه، اللي حصل. ما ده اللي بالظبط الواحد خايف منه دلوقتي يعني.
هو كده كده خلينا نتفق ان طارق يحيى ومدحت عبد الهادي وايمن عبد العزيز مع امير عبد العزيز دي حاجه مؤقته لغايه ما هيجي المدير الفني الجديد. بس مين المدير الفني الجديد؟ في اسامي بقى بتتقال اللي هو مدرب العين برتغالي مش فاكر اسمه، في كذا اسم في اسامي قديمه طارق تاني يعني انا مش عارف بروس بيطرح تاني فيريرا بيطرح تاني فمش بس عارف. بروس لا هي بروس دي مستحيله لا مستحيل. لا مستحيل. وفيريرا كانت مستحيله بس انت عارف مع السنين بتعدي يبتدي لا ممكن يتجاب وابتدى امير مرتضى بيتكلم عليه كويس. بس انا بتكلم لا في كلام بقى يعني التكيس ده لو كان ماسك وادي دجله اللي كان بيخلي عبد المنصف يلعب ليبرو والحاجات دي ايوه ما كان بيلعب كوره من لا 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 مش هينفع دي خالص مع الزمالك واحنا بقى احنا ان احنا كمان هنقعد بقى نلعب على الكوره كده عشان نخسر اكتر لا طب احنا عايزين الناس بقى تكتب لنا في الكومنتس رايكم ايه وتوقعاتكم للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك اكتبوا لنا تحت في الكومنتس توقعاتكم للجزئيه ديت. طب ياسر هاخدك لجزئيه ثانيه وهي توقعاتك الفتره الجايه شكل الفرقه هيبقى عامل ازاي؟ هل الفرقه ممكن تفرط زي ما بيقولوا بالبلدي واللعيبه فعلا ممكن تتشتت من جهاز لجهاز في فتره ضيقه ولا توقعاتك ايه؟ لا ما هي اكيد هتفرق يعني ده أكيد. وكمان شخصيه اللي موجود او اللي هيجي يمسك هتفرق ان هو يعرف هل المدرب ليه شخصيه قويه يعرف يلم الفرقه بسرعه ولا لا. والحاجه الثانيه اصلا ان هو مخلي على فكره الجهاز المعاون كله يعني امير عبد العزيز وعمر عبد السلام لا بس ماشي عبد الرؤوف عبد الرؤوف ده في كلام عليه اصلا كانوا الاول بيقولوا ان المشكله في عبد الرؤوف ان هو يمشي والكلام طبعا قبل ما يتعرف ان هو يعني ماشي عشان التعاون وكده لا انا ما اعرفش انا عارف ان في الجهاز المعاون او خلينا يعني مش عبد الرؤوف برده اللي هيفرق قوي انا قصدي محافظ على دول وجايب اتنين تلاته ان هم يمشوا الدنيا شويه ما يجي حد الفترة اللي جاية دي اللي هيبان بقى مين اللي هيجي دي اللي ساعتها الواحد يحكم بس بدري ان انا احكم يعني ايه اللي هيحصل. طب ايه رأيك في فكرة عدم الصراحة والحوارات اللي موجودة دلوقتي في المجال الكروي يعني زي فكرة الفلوس. رمضان برضو يعني رمضان رايح بيراميدز عشان الفلوس والعالم كله عارف كده رايح يقولك عشان اجيب بطولات واحقق طموحاتي فنفس فكرة برضو كارترون قالك اصل عيلتي ومتضايق ومش متضايق وبعديها بيوم بيمضي بخمس اضعاف المبلغ في التعاون طب ما يقول كده انا ما اعرفش هم الصراحه بيفكروا في ايه على اساس يعني. ان احنا مش هنعرف او يعني مش هيبان بيخسر الجماهير وبيخسر الناس طب يعني ليه؟ قول خليك صريح ولا هو بيبقى عايز مثلا علشان يطلعه من الموقف في ساعتها خايف من مرتضى منصور مثلا فعشان يطلع وبعد كده يقول انا مضيت بقى يبقى بعيد عنه ما انا بقول يبقى بعد يعني. خلاص فيعمل اللي هو عايزه رمضان برده ممكن يكون نفس الكلام ان هو مش قادر يواجه الاهلي فبيطلع نفسه من المواجهه وبعد كده بيعمل كده انا حاسس ان هو بيبقى هروب من المواجهه ده اللي حصل في طبعا الفلوس هي طب اروح بقى لحته المؤامره بما ان الفلوس جت عشان في ناس بتقول لك اصل دلوقتي المؤامره يعني وضحت بقى ان تركي الشيخ بقى بيسبورت النادي الاهلي في ناس بتقول كده انا مش مع كده طبعا فهو السبب ان ياخد كارترون من الزمالك عشان يدفع في الزمالك والقصه دي ويوديه نادي في السعوديه ان هو رئيس تركي الشيخ رئيس يعني. شرفي هو بيقولوا برضه ان تركي الشيخ رئيس شرفي لنادي التعاون وان هو اللي خلاه يمشي هناك وان هو بيحاول بقى فتره شوية. يمشي انا مش مقتنع بس يعني في ناس بتقول الحوار ده ده اصل تركي لو يعني. هي اصلا هو لو طلع ان تركي بيعمل كده او في كلام من ناحيه تركي مع الاهلي تاني هو العيب على الاهلي الاول عن اي حد تاني طبعًا. بعد اللي ويرجع تاني ويساعدهم ده لا ده مستحيل انا مستبعدها الصراحه ان هي ممكن يكون ده مش السبب مش بعيد يطلع يقول لك ده المحب لجماهير الاهلي لا خلاص بقى هم يعني انتوا المفروض اتعلمتوا يعني انتوا المفروض اتعلمتوا احنا الاثنين يا باشا والله فعلا طيب اتمنى الناس بقى تكتب لنا تحت في الكومنتس كمان رايكم ايه في الطريقه اللي مشي بيها كارترون وهل في مؤامرات فعلا وحاجات غريبه كده اهوت ولا الموضوع فلوس بس زي موضوع رمضان مؤامرات اخر حاجه بس اللي كنا اتكلمنا عنه هو في قطر دلوقتي علشان نادي التعاون بيلعب في بطوله اسيا فمتواجد في قطر دلوقتي وراح يمضي هناك فطبعا ما راحش على فرنسا والجو بتاع اعتقد مرتضى هيستخدم دي مع ابو سنيده وقطر وكده هيبقى فيه كلام فوق يا خطيب اهم حاجه فوق يا خطيب بس اهم حاجه طيب نتمنى تكون الحلقه عجبتكم ولو عجبتكم ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل الجرس كان معاكم مصطفى محسن ياسر زيان ياسر زيان نشوفكم في حلقه جديده سلام سلام